نروح ويا ضيفتنا عبر السكايب مصممة الأزياء زهراء الربيعي. أهلا وسهلا بيك بحرير. مساء الخير نورتينا. مساء الحب. مساء النور. أهلا وسهلا بكم. مساء الحب على عيونكم حبيبتي. أهلا وسهلا. هابي فالنتاين داي. هابي فالنتاين داي. احكي لنا زهراء، شنو هي مودة الملابس اللي ممكن احنا نلبسها هذه السنة بعيد الحب؟ اكو في تصميم مميز، في شيء مميز لهذه السنة؟ لو عادي مثل كل سنة ممكن نلبس اي شيء لونه بس احمر. لا، هو اكيد بلون بيوم عيد الحب هو يكون مميز خاصة بالنسبة للانثى، لان انثى هي يعني مصدر للحب، مصدر للعاطفة، لازم انه تكون اطلالتها مميزة، سواء حتى انه تكون الطلة مالتها انيقة حتى تبرز بانه هي كأنما انثى او انه هي نجمة متلألئة بهذا اليوم، لان يعتبر هي يومها، لانه يوم الحب هو يوم العاطفة، يوم الرومانسية، فهي ايقونة هذا الشيء، فلازم تكون طلتها مميزة، فلازم تختار قطعة تكون مميزة أيضا، سواء إذا كانت طلتها بحفلة معينة أو مثلا طلة كانت بطلعة كاجوال ممكن تكون، أو معزومة على سهرة بالعشاء، لازم تكون إنه طلتها تكون مميزة بهذا اليوم حتى تكون سيدة أمسية عيد الحب نقدر نقول. فتختار كثير من التفاصيل، ممكن مو يكون الا باللون الاحمر، ممكن يكون مثل ما شفت هسه اختارت يعني انه اختارت الفستان الاسود، يكون فستان انيق وكلاس، هو وحده انه يعكس انوثه السيده او المراه بشكل عام. ايضا ممكن تختار، هو طالما عيد الحب يصادف بنقدر نقول فصل الشتاء، ممكن انه تكون بطله الكوت، ممكن يكون طله انه تكون باللون الاحمر، ممكن تكون تلبس بس انه تشاكيت من اللدر او الجلد مثل ما نقول، او التنوره تكون ايضا من الجلد او باللون الاسود، ومثلا طله الكوت باللون الاحمر، فممكن انه تتناسق الالوان، مو فقط انه تقتصر انه تلبس اللون الاحمر، بس لازم تكون لمسه باللون الاحمر، مثلا حتى لو كانت سكارف او مثلا باكس او مثلا بشوز او تنوره مثلا تكون قصيره باللون الاحمر او الماروني حتى تطلع مميزه مو مثل بقيه الالوان. ممكن ايضا ندمج مو فقط الاحمر والاسود والابيض، ممكن ايضا ندمج اللون الوردي، الوردي كلش لطيف اذا كان دمجناه ويا اللون الاحمر، لان هو تعتبر من تدرجات اللون الاحمر يعني. طيب زهراء، عندي فضول اعرف شغله ثانيه، احنا كلنا حكينا عن الالوان، طيب هسه اذا هي الالوان مو شرط انه تكون احمر او تدرجات الوردي، زين اكو في التصميم محدد لو عادي ممكن انه نلبس اي لبس ونشارك بهذه الاحتفاليه، لو لا يعني برايك انه ممكن لازم يكون فستان او شنو يعني، شاركينا رايك. لا اكيد هي حسب طله، حسب المناسبه المعزومه عليها، ممكن انه تريد تحتفل بالبيت مثلا، او ممكن تريد تحتفل مثلا بحفله عشاء يعني بسيطه في مثلا بمطعم معين، او ممكن تحضر امسيه يعني، فكل مكان اكيد له طلته، بس لازم انه تكون يعني نقدر نقول نجمه متلألئة بهذا اليوم، مثلا طلتها مثلا اذا تريد تروح مثلا مطعم ممكن تلبس شيء رسمي بس انه يكون زين باللون الاسود او الاحمر، يكون فشي طله كلاس، وايضا يعني انه تكون مميزه حتى من ناحيه الاكسسوارز اللي تختارها، او تلبس فستان، اكيد ما حتقتصر على موديل معين او مثلا قصه معينه، لان هو اوريدي هو عالم تصميم الازياء هو عالم مفتوح، او عالم نقدر نقول انه به هوايه تفاصيل او ديتيلز، فاكيد بهذا اليوم هم تكون الانثى يعني مو مقتصره على قصه معينه او على خامه معينه، لا بالعكس هي تبرز انوثتها، وبالمناسبه انه كل شخصيه انه هي تقدر تطلب حسب طلتها، مثلا هي لها فد بصمه معينه او لمسه معينه باللبسه، بس لازم تكون مميزه يعني بالطله مالتها. طيب بالنسبه للنساء الحوامل همين يحبون يشاركون بهذه المناسبه، فشنو التصاميم اللي ممكن يلبسوها؟ يعني اللون الاحمر هو اكيد لازم يكون سيد المناسبه، بس بالنسبه للتصاميم يعني شلون يختارون التصميم المناسب لهم وشكل جسمهم للوضع اللي هم بيه يكون مريح بنفس الوقت اذا هم رايحين حفله، شنو هي التصاميم؟ اكيد وضع يعني كمصمم هو من يعني من الفتاه تلجأ للمصمم انه يصمم لها، لازم انه تصمم قطعه انه هو يعرف انه يخفي عيوب ويبرز مفاتن الجسم، فذلك انه هي ما تشتري قطعه جاهزه، لا بالعكس انه من تروح على مصمم لازم انه هو يعرف شنو التفاصيل المهمه اللي بهذا الفستان اللي ممكن تختاره، فاذا كانت فتاه حامل اكيد انه المصمم هنا يلعب دور معين ويلعب فتحيله تصميميه ممكن تكون انه تبرز بطريقه انثى
أنثوية مميزة بطابع مميز، مثلا قصة اللي تكون تحت الصدر ممكن تكون ويط الفستان يكون فلو من 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 الأسفل، بهذه القلة أنه ممكن تكون أنه بطلة مميزة، أو ممكن أنه تختار فستان مكسم على الجسم تطلع بطريقة كلش لطيفة ومميزة. أيضا ممكن تختار قصة الأوف شولدر إذا كانت مناسبة يعني عندها مناسبة، أو ممكن يدمج المصمم بلونين يعني مثلا اللون الماروني ويا اللون الوردي، فتطلع كلش مميزة ولطيفة. نعم. بنفس الوقت انه تقدر انه تستمتع بهذا اليوم اكيد. نعم اكيد، واحنا نتمنى لك يوم سعيد وليلة سعيدة بمناسبة عيد الحب. شكرا لك على كل هذه المعلومات المهمة اللي قدمتيها، نورتينا.